في الجامعة فتومة بورقيبة يدخلوا في إضراب عن العمل والمواطنين يحتاجوا هذا اللي بشوفوه في وقته الآن. في وقته عدد من المواطنين والمرضى القادمين إلى المستشفى الجامعي فاتومة بورقيبة بالمنستير أقدموا صباح اليوم على غلق الطريق على أثر الإضراب اللي قام به أعوان الصحة بالمستشفى، وعبر عدد من المواطنين اللي جاءوا من مناطق مختلفة من معتمديات ولاية المنستير والولايات المجاورة على غضب كبير واستياء من هذا الإضراب. باش ناخذوا كل التفاصيل على عين المكان معانا زميلنا المراسل محمد علي دكدوك. صباح الخير ونهارك زين. مرحبا بك عفاف، صباح النور، صباح الخير، مرحبا بالساده المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على اذاعه الديوان. كما قلت تفاجأ صباح اليوم تقريبا مع 8 غير بعض بالضبط عدد من المرضى والمواطنين اللي توجهوا للعيادات الخارجيه بالمستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير بتنفيذ اعوان الصحه بالمستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير لي إضراب عن العمل. إضراب دونك غير معلن محمد علي، جوست خليني نقول دقيقة محمد علي، جوست خلينا نقولوا للسادة المستمعين وأنه ينجموا يتابعونا على شين يوتيوب متاعنا ديوانا فيم لايف ولا الباج فيسبوك، فما صور يعني بعثتهمنا مباشرة من الإضراب ومن الاحتجاج خاصة متاع المواطنين اللي جاوا من كل بلاصة كما العادة في بالهم باش يعديوا وباش يداويوا ولكن لقاو فما إضراب. دونك تقولي إضراب معلن؟ معلن معلن عفيف الإضراب هدايا، بقية تنبيه الإضراب موجودة خارجة من الاتحاد العام التونسي للشغل، السبب هو 50 دينار. خليني 50 دينار المستمعين تفهم 50 دينار اش معناها 50 دينار؟ 50 دينار خليني نفسر لك اش معناها. في اتصالي صباح اليوم بالمدير الجهوي للصحة السيد جوهر المطني يقول لي كونه المنحة نتاع العيد واللي قدرها 200 دينار حسب مقالي هو تم صرفها منذ يوم الاثنين الفارق. الإشكال في الخمسين دينار بما أنه الجامعة العامة للصحة طالب كونه المنحة تولي 250 هكا معناها اليوم نوقفوا الخدمة ونوقفوا نعطلوا المواطن يعلم به ربي مريض لازمه دواء بسرعة جاي من طرف الدنيا ينجم يكون معناها منين جيب له فلوس باش تنقل باش خلص الترانسبور متاعه باش خلط للمستشفى، نوقفوا الخدمة على 50 دينار زيادة في المنحة؟ هذا هو عفيف شنو اللي صار اليوم المدير جاي، هل يعقل هذا بغلطة هنا؟ نعم هل هذا يعقل؟ لا ما يعقلش، هل هذا يعقل الحقيقة؟ معني ديما ندافعوا احنا على الحق في الإضراب وعلى يعني المطلبية ومطالب العاملين في شتى المجالات، ولكن ما نجيوش نوقفوا العمل في المستشفى على منحة إضافية معني على زيادة بخمسين دينار في منحة العيد، مش معقول، حرام عليكم حرام عليكم بالحق. خلينا نعمل إشارة، أنت قلت توقيف الخدمة بالنسبة للحاجات اللي قاعدة تخدم في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، الإرجونس قاعد يخدم والعمليات قاعدة تصير بصفة عادية ديما حسب تصريح فما عباد جاية باش تعدي، معناها اللي يجي باش يعدي وينجم جاي من آخر الدنيا شوف كيفاش تصرف في المصروف نتاعو نتاع التنقل يقولوا ما تعديش. أكيد عفاك، أنت تعرف اللي المستشفى الجامعي بالمستير هو قطب صحي يجيوه من معتمديات المستير والولايات المجاورة، الولايات المجاورة يجيو من القروان يجيو فما ناس تجي حتى من القاصرين وسيدي بوزيد تبدا عندهم رونديفو في اختصاصات معينة وتعرف الرونديفو باش تعاود تاخذوا عفاف اقعد استنى بالطبيعة مش نحكيو فقط على لي سوان معناها اون اورجونس، احنا نحكيو على العيادات على العبيد هذيا اللي تستنى مريض بالقلب يستنى باش ياخذ رونديفو عند مختص في امراض القلب والشرايين بالمستشفى يحب له شهرين ولا ثلاثة باش ياخذ الموعد هذيا، كي يجي الموعد نتاعو يقولوا له لا رانا ماناش خادمين، علاش؟ على خاطر عطاونا منحة 200 دينار واحنا طالبين 250. لا الحقيقة ان موضوع كيما هكايا ما يتعدليش للأسف، معناها ما نجمش يتعدلي للأسف. باهي اعطيني الوضع كيفاش تو. الحقيقة بالنسبة للوضع تو معناها تم قطع الطريق ما توصلش أكثر من ربع ساعة الحقيقة باش نبداو واضحين. شنو اللي صاير تو في المستشفى؟ تقريبا قاعدين يحاولوا يعاودوا يعطيوا في رونديفوات جدد للمواطنين. ايوه خاسرين عليهم حاجه هما. يعاودوا ياخذوا المواطنين رونديفوات جدد
ويعاودوا يصبروا شهرين وثلاثة شهور حتى فين تتفضل. مع العلم كونه الإضراب ماهوش فجأة يخلي باش تبدأ النقطة هذه واضحة بالنسبة للسادة المستمعين، هو مش إضراب فجأة، معلن قبله وقفة احتجاجية. دونك حاول معناها الإدارة الجهوية للصحة قعدت مع الطرف النقابي، حاولوا باش يلقاو حل وما وصلوش الحل. يخي تم تنفيذ الإضراب اليوم الصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك محمد علي دقدوق على التوضيحات هذه كل. ميساج به هو إضراب معلن، والله بارك الله فيكم معناه أعلنتوا عليه، ولكن المواطن اللي في طرف الدنيا اللي جاي من آخر الدنيا وعنده موعد يستنى فيه عنده شهرين ولا ثلاثة، إني با سانسي يوصلوا الخبر وأنه أنتم مضربين، راه مش شرط وأنه مكونكتي وعارف وسمع وصلت له المعلومة وأنكم أنتم مضربين على 50 دينار زيادة في المنحة متاع العيد. حقيقة دون تعليق حاجة ما حبش نتكلم برشا خاطر بالحق سام ريفولت سام ريفولت. حاولنا احنا لو نتصلوا بهم ونتصلوا بالنقابة ولكن ما يجووش كلهم في اجتماعات، موضوع حيوي ياسر. كان هذا في وقته.